لعنة الله عليه في السماء والأرض. هذا عالم يستحق الذبح. طب والله العظيم ما تضايقش نفسك انت يا حبيبي. حبيبتي انا لا اطيق ان ارى رجل خاين او اسمع عن رجل خاين. اعصابي بتتعب، دمي بيشيط. ايه معلش معلش يا حبيبي، انت حاجه تانية يا استاذ عزت. تعالي يا حبيبتي استريحي. انا اسفه اذا كنت ضايقتكم، بس انتوا اقرب ناس ليا في مصر. انا بكره الصبح هسافر عند بابا وماما، مش هخليه يشوف وشي بعد كده تاني. انا لازم اطلع. طب تعالي دلوقتي. دي بناها اتنيلت على الاخر. اعمل حاجة يا عزت، دول برضه ولاد عمك وانت كبير. ولاد عمي؟ اه، انما دول شبان طايشين مش محترمين. معلش لازم تتصرف. المهم شفت جوزك انت يا جميل، اخر احترام، اخر اخلاص. انا بثق فيك يا عزت اكتر ما بثق في نفسي. انا فلتة من فلتات القدر والله، انا مصيبة لوحدي. يا ترى مين تاني؟ تلاقيها مرات عمي جايه من اسكندريه تطلع عندنا. يا ساتر يا رب. ما احنا فاتحينها مطلقه بقى. خشي لا يكون حد غريب، انا بصراحه بغير عليك. حاضر. ايوه يا سيدي ايوه. حسن منى، حسن منى عندك؟ حسن عندك؟ ايوه. احنا قلنا كده برضه. انت عرفت ان احنا انكشفنا وهم عايزين يطلقوا؟ يلا انتوا كمان من زمان كنتوا عايزين تتطلقوا. هو كويس انها جت منهم مش منكم. ايوه بس احنا لما نحب نطلق نطلق بكرامتنا، مش نطلق بفضايح. كده ولا كده، ما كله طلاق. اسمع ما اقول لك، انت زي ما نيلتها تصلحها، والا وديني افضحك قدام مراتك انت والزفت هوبز بتاعك ده. بتهددني بعد كل اللي عملته عشانكم؟ معلش كله عند الله. انا اللي استاهل. حقيقة يا محاسن انت منى، مش عارف اقولكوا ايه، بعد ولاد عمي ما طلعوا السفلة واندال بالشكل ده. لكن كل اللي اطلبه منكم انكم تنسوا اللي جرى لحظة واحدة، وتفكروا معايا بقلوبكم الرحيمة في علي اختهم اللي فرحها بكرة. مالها علي ومال حاجة زي دي يا استاذ عزة؟ يكون ايه موقفها لما تعرف ان بيوت اخواتها اتخربت ليلة فرحها؟ يكون ايه موقف العيلة كلها قدام العريس لما يعرف ان عيلتنا عيلة صدمانة وهفتانة وجربانة وسمعتها زي الزفت؟ بس اللي حصل منهم شيء فظيع يا استاذ عزة. انا معاكم انهم ارتكبوا جريمه، لان مفيش ابشع ولا اشنع من ان الراجل يخون مراته. لكن انا بنادي فيكم الاصل الطيب والقلب الكبير، وبقول باعلى صوتي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ارحموا عمي وطنط، ارحموا عليا المسكينه، ارحموني انا المسكين اللي الظروف كتبت عليه اكون ابن عمهم. معلش يا استاذ عزة، معلش يا استاذ عزة، ما تعذبش نفسك، احنا تحت امرك، ايه اللي انت عايزه؟ كل اللي انا عاوزه، عاوزكم تأجلوا الطلاق 24 ساعة وتداروا ولا كأن حاجة حصلت، وتدخلوا الفرح وايديكوا في ايدين جوازكم، وابتسامتكم الحلوة اللي هتنور الفرح دي مرسومة على وشوشكم الجميلة. بس على شرط بعد الفرح على طول نطلق. لا صدقوني لو انتوا ما طلبتوش الطلاق انا هطلبه واصر عليه، لاني لا يمكن اوافق انكم تعيشوا مع هؤلاء المذنبون اعداء الشرف والانسانيه.